بيحاول الآن وبكل هو ده باش يوصل إلى شباك الفريق المنافس، لكن ثم بعض أخطاء خصوصا على مستوى الميدان وخصوصا بالنسبة للتمريرات اللي مخطئة للخصم. نوانيري يحاول مع أحمد مجاهد ويرجع محمد الختم يوزع والحارس، فرصة كبيرة ياسر وتسجل هدف، فرصة كبيرة ياسر وغلطة لفائدة الفريق الهلال السوداني، ويتمكن هيثم طنبل من تسجيل عن طريق بواسطة هجومات وعكسة. هذا هيثم طنبل اللي كنا نبهنا عليه، وشوفوا محمد ختم يفك الكرة ويجي من الخلف ويوزع في طبق الحارس، ما خرجش عليها حمدي القصراوي ويكون الهدف. والجماهير الترجي التونسي ما زالت تواصل املا في عوده الترجي الرياضي التونسي، وفرحه كبرى لهيثم طنبل كان في ربع ساعه لعب والنتيجه تتغير مع الملاحظه، وانه شوفوا انتم الرقم اربعه هو دخل منذ قليل مكان شكون؟ مكان حارس مكان مهاجم وهو جودوين يعتبر خطير، ولانه بالنسبه لوحيد الحدوسي يعرف معرفه جيدا الترجي الرياضي التونسي، ولانه اللي كان خرج هو جبريل علاء الدين جبريل كان يشغل خطه الظهير ايسر، يعرف قوه الترجي الرياضي التونسي على الرواق الايمن اللي فيه المالكي ويكن، خرج مهاجم ضحى به واعطاه ودخل ظهير ايسر حتى ما يخليش الترجي الرياضي التونسي يكونات، واحمد مجاهد ولكن ترجع من الدفاع ويخرج نوانيري بعد هذه الكره ويتعكس الهجوم لفريق الترجي الرياضي التونسي. توصل الكره الى سلام القزاوي ياسر وتوصل فيها فرصه للترجي الرياضي التونسي والحارس والهدف لا ماركينوس حقيقه ما عندوش حظ هذا اللاعب، تصطدم بالعارضة على اثر هجوم خطير وسريع جدا للترجي الرياضي التونسي، وكما الكره كان هذه صعيب ياسر باش تضيع وفي النهايه ضاعت. جوهر المناري غير كليا وتوصل الى عصام جمعه يصوب وتصطدم في احد المدافعين وتخرج ركنيه لفريق الترجي الرياضي التونسي. تقريبا 68 دقيقه لعب والنتيجه الى حد الان هدف لصفر لفريق الهلال السوداني. عصام جمعه يحاول يراوغ عصام جمعه والهدف هدف التعادل من كمال قائم على ما يبدو، هدف التعادل كان مباغت في الدقيقة 68 تتغير النتيجة وتصبح هدف لهدف كمال زعيم مباغتة كما قلت. أشوف عصام جمعة وكمال زعيم يدور حول نفسه ويسجل الهدف التعادل من 68 دقيقة لعب، كمال زعيم يغير النتيجة وتصبح هدف لهدف. نذكركم وأن الترجي الرياضي التونسي في تبقى من وقت من الوقت الأصلي للمباراة تقريبا واحد دوس. والهدف الثاني معين شعباني يتمكن من تسجيل الهدف الثاني على أثر توزيعه من مراد المالكي من الناحية اليمنى، مراد المالكي ينظر ويوزع ويتمكن بتصويبة رأسية معين الشعباني قائد الفريق في إسكانها في زاوية كانت مستحيلة على حارس المرمى أبو بكر شريف اللي كان متميز في خلال منذ بداية المباراة. وشفتوا هاي الإعادة بالصور البطيئة وتصبح النتيجة هدفين لهدف. إذن ربع ساعة لعب ما زالت توصلنا على نهاية المباراة، هل الترجي في هذه ربع ساعة بإمكانه مع تشجيع الجماهير الغفيرة الوفية لتساندو من قلب الاوضاع والعوده ايدوريزي الان في هجوم عاكس ايدوريزي يوزع ومع ذلك ثم فرصه للترجي الرياضي التونسي ولكن التصويبه بتاع عصام الجمعه كانت عاليه علما وانه ثم كان تغيير منذ قليل بالنسبه للترجي الرياضي التونسي، ثم تغيير امين الطيف ودخل ومعين الشعباني اصبح قلب هجوم نعرفوه يحظى قرين لانه نعرفوا 3-1 غير كافيه. ترجع الكره لفريق الترجي الرياضي التونسي سيره وتصويبه والحارس وفرصه والهدف الثالث ممتازه جدا من ايدوريزي يتمكن في الدقيقه 76 من تسجيل الهدف الثالث، ولكن للاسف الشديد هذا الهدف الى حد الان غير كافٍ
لترشح الترجي هذا التونسي. نعرف على مستوى تدارك الامور 3 أهداف مقابل 3 أهداف، لكن للاسف الهدف اللي قبله ترجي الرياضي التونسي مع مطلع الشوط الثاني الى حد الان كلفه غالي، ولكن الامل كما قلت منذ قليل في كرة القدم دائما وابدا قائم، وما دام ثم لاعب وما دام الحكم ما يطلقش الصفرة نتاعه مازال كل شيء ممكن. وتعبيرا بطريقته الخاصة ايدوريزي اللي اعطى انتعاشة الى جانب عصام جمعة من الجهة اليسرى، ايدوريزي ما يخليش الفرصة تمر دون تسجيلها. واكيد كذلك بالنسبه الى الترجي الرياضي التونسي يكون عنده دفع معنوي كبير وكبير جدا. هلال السوداني وكمال زعيم في تنفيذ هذه المخالفه. فريق السوداني وفرصه والهدف الرابع، الهدف الرابع لفائده الترجي الرياضي التونسي، الهدف الرابع، هدف الترشح، هدف الترشح يتسجل على اثر مخالفه، واللي تولى تنفيذها هو كمال زعيم. اكيد وانه امام هذا الهدف يعبر عن فرحه كبرى، الهدف الرابع في الترجي الرياضي التونسي وفرحه لا توصف بالنسبه للاعبين. ومعين الشعباني يتمكن مرة أخرى من تحقيق الثنائية، هدف ثمين وثمين جدا لفائدة الترجي الرياضي التونسي في هذه المقابلة. وكل اللاعبين أظهروا وأبرزوا شخصية قوية في العودة، خصوصا وأنه كان منهزم وخلال بداية الشوط الثاني بالهدف. نعرف مثل هذا الهدف بنقطة درجة يحش وكاين، ولكن الترجي الرياضي التونسي وجد في خدمة اللاعبين وفي إصرارهم وحب القميص والدفاع عن كرة القدم التونسية باعتبارها ممثلين لها إلى جانب النجم الرياضي الساحلي، وجد القوة الكافية للعودة من بعيد إلى في هذه المباراة. وتحية إعجاب كذلك إلى الجماهير الوفية. إعادة أمامكم، شوفوا بالتماع رأسية فيها إصرار كبير وحب للانتصار. هذه هي الغريزة الكبرى للاعبين، ومش يم اللاعبين الكبار اللي عندهم شخصية كبرى ويجهش بالبكاء، يجهش بالبكاء. وعين الشعراني تعبير عن هذه الفرحة، وكما شفنا من الأول كمال زعيم يتبادل العناق معه. أكيد كان مستغرب لأنه حاجة في من أغرب تجم يكون الخيال، 4 أهداف شيء نجم نقوله ما هوش دائما أبدا يحدث. والعودة في هذه المباراة، والترجي يبقى دائما دائما وابدا ذلك الفريق القوي اللي نعتز به. بالنسبة الى ترشح مستقبل رياضي البرسا في كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، ونقول بالنسبة لشبيبة القيروان كذلك لابد من توجيه لها تحية تقدير، لأنها انتصرت 3-2، ما كانش التفوق بتاعها واضح، وهي المنتمية إلى الدرجة الثانية وشرفت كرة القدم التونسية في لقاء العودة، ونتمنى لها حظ أوفر. والهدف الخامس أمين التيفي، هذا هو هدف الأمان والإطمئنان بالنسبة إلى الترجي الرياضي التونسي، الهدف الخامس. وحسم الأمر الآن، ويمكن القول وحصل ما في الصدور وقضي الأمر بهذا الهدف الخامس من جانب الترجي الرياضي التونسي. أمين التيفي يحقق هدف الاطمئنان، هدف الأمان بالنسبة إلى الترجي الرياضي التونسي. وأدركنا واجتزنا ال5 دقائق. شوفوا بالنسبة للقزاوي عمل كبير وكبير جدا، يعرف على الجميع ويواصل وتجي الكرة وحب بلقطة فنية بالقدم، ولكن تعود للأمين التيفي من جديد ويسجل الهدف الخامس. كما تلاحظوا بالنسبة إلى التغييرات وما يعبر عليه الكوتشينج بتاع الإطار الفني الثنائي التونسي، كل من لطفي جبارة والعربي أعطى النتائج بتاعه خلال الشوط الثاني، واللاعبين اللي دخلوا كيما إيدوزي وأمين التيفي حققوا الأهداف اللي مكنت الترجي الرياضي التونسي من العودة من بعيد والترشح. ونحن خصوصا في هذا الوقت نعيش